الإحسان المجادلة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لأن النقاش قد يفضي إلى شيء من الغضب وإلى الإغلاظ في القول، وهذا غير محمود. إنما ينبغي للمسلم في مجادلته ومناقشته أن كما قال الله سبحانه وتعالى أن يجادل بالتي هي أحسن، فيلين القول ويستعمل العبارة التي تؤدي المعنى الصحيح والمقصود والمطلوب منها، دون أن يؤدي ذلك إلى استفزاز الناس واستثارة مشاعرهم وكوامن نفوسهم.